تعالوا نروح لتقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. هو فيديو تحت عنوان التعليم الفني استثمار للمستقبل وآفاق جديدة للتنمية. تعرفين أن أنا من الناس اللي متحمسة جدا إلى هذه أو هذا النوع الجديد من التعليم الفني عندنا، المدارس الجديدة اللي اتعملت عندنا، المدارس التكنولوجية الفائقة بجد اللي أصبحت موجودة. احنا شفنا المدارس دي بعنينا يا جماعة، شفنا شكل الفصول، شكل الأجهزة، شكل الاستعدادات، شكل المعامل، شكل الورش. وفي نفس الوقت هذه المدارس بتطلع طلبة يعني مش عايز أقولك يتفوقوا حتى على المهندسين، لكن ما يقلوش ما يقلوش، ومن حقهم بعد كده يكملوا في كلية الهندسة طبعا إن أرادوا. بس بالمناسبة نوعية الطالب اللي بيخرج من المدارس الجديدة دي بيشتغل بمرتب قد كده. لا أنسى نمرق دكتور عمرو بوصيلة كنا مستضيفينه عندنا هنا ومنورنا مشرفنا، وحكالي حكاية طالب كان في الثانوي في المدرسة تحديدا الشهادة الإنجليزية IG، وأقنع أهله أنه ينقل من IG لمدرسة من المدارس دي. احنا هنا بنتكلم على طالب بالتأكيد أهله ميسوري الحال ما شاء الله، يحصل على ثانوية بريطانية حاجة عظمة على عظمة، هيقدر يجيب درجات حلوة ويخش جامعة حلوة ويخش الكلية اللي نفسه فيها. هو شاف مستقبله في حتة معينة. دي طريقة التغيير اللي لازم تحصل هنا. الأوروبيين بالمناسبة مش من متهافتين طول الوقت على أنه أنا عايز الولاد يدرسوا التعليم اللي احنا بنسميه عندنا الثانوي العام ويخش الكلية بالطريقة. ألمانيا تفتخر بأنها الدولة الأكثر تفوقا في مجال التعليم الفني، تنافسها في ذلك اليابان على سبيل المثال. يعني عاوزين تبقوا زي ألمانيا واليابان؟ ركز بس شوية مع حكاية التعليم الفني دي. الفيديو اللي هتتفرجوا عليه هتشوف أنه مصر بسبب الطريقة الجديدة التعليم التقني أو التكنولوجي قفزنا 45 مركز فمؤشر التعليم التقني والتدريب المهني سنة 2021، واحتلنا المركز 68 بعد ما كنا في المركز 113 سنة 2017. هل نتكلم كتير في الموضوع ولا نشوف الفيديو أفضل؟ نشوف هذا التقرير وفاصل ونكمل الكلام. مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوجه عام هي مدارس الهدف منها تأهيل طلبة مصر لسوق العمل. اللي بيميز مدرسة هنا ان انا بشتغل نظري وبنزل معامل بطبق عملي. الشركة الصناعية هنا نظر ان هو استثمر في طلاب، وبالتالي هو احوج الناس لانه يعين هؤلاء الخريجين بعد كده. فالمدرسة دي فعلا تعتبر تغيير مفهوم التعليم الصناعي في مصر. فرحان ان الولاد بتدرس حاجات انا شخصيا درستها بعد ما خلصت الكلية بتاعتي. احنا بدأنا تطبيق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وده نموذج للتعليم مصري صرف قائم على العمل، محاكاة لما يتم في ألمانيا من نظام التعليم والتدريب المزدوج. النظام ده بدأ سنة 2018 بوجود 3 مدارس. الوزارة بتقدم المبنى والطلبة والمدرسين، الشركة الصناعي بيقوم بعملية إعداد هذه المدرسة ومعاملها وورشها. الطالب بيبتدي يقدم إلكتروني، ما فيش تقديم ورقي في المدارس. هو الامتحان عبارة عن مواد ثقافية وIQ. تاني حاجة بيدخل على مرحلة المقابلة الشخصية، إذا كان الطالب أساساً عنده ثبات انفعالي أو الطالب بدنياً وصحياً لائق ويوجد عنده أي موهبة بالنسبة لأي تخصص من التخصصات اللي عندنا، فبيجتاز المقابلة الشخصية وبيتم قبوله على مرحلة المدرسة. في أول اختبار كان امتحانات قدرات وامتحان عربي وإنجليش ورياضة، وبعد كده بعد ما اتقابلت في الاختبارات وكان في ناس كتيرة جداً مقدمين، لقيت انترفيو ورحت قدمت في الانترفيو واتقابلت في الانترفيو كده. I
عايزة أشوف أدور على حاجة ليها مستقبل أحسن في مصر. فأنا لفت نظري إن مستقبل مصر دلوقتي كله في البرمجيات والكوميونيكيشن سيستم. أكتر حاجة بتميز المدرسة إن هي فيها قسمين مش قسم واحد، الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي، وهما مش موجودين في أي مدرسة تانية. والتدريب العملي بقى بننزل يومين في الأسبوع، الباصات بيجي لنا لحد البيت وبتاخدنا، بنروح الموقع التدريب اللي هو التوكيل، وبندرس بقى وبنشوف بقى زي بنشوف السيارات بقى بتخش ازاي وبنتعامل بايدينا وبنفسنا وانا اصلا يعني من بحب الفن جدا، فقررت ان انا التحق بالمدرسه، بالذات ان هي في اكاديميه الفنون معقل الفن اصلا في الوطن العربي كله. من صغري انا كنت حابب الكرتون قوي وبتفرج عليه كتير، فكان في دماغي الناس اللي بتصنعوا ازاي ولا بتعملوا ازاي، فلقيت ان مدرسه اتش اس تي موفره قسم الفنون الرقميه للفنانين الصغيرين اللي هم عايزين يبداوا يعني وكده. الشركة الصناعي بيقوم بعمل مجموعة من الحوافز سواء كان للمدرسين أو للطلبة كمكافآت على فترة التدريب العملي اللي هم بيقوموا بيها، بالإضافة لتوفير الملابس الدراسية وطبعا وسيلة انتقال من وإلى منطقة التدريب العملي. مدرسة وي هي من أولى المدارس اللي متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الجمهورية، اللي هي بتهتم بثلاث حاجات في نفس الوقت اللي هي المعارف والمهارات وسلوك الطالب. انت عارف ان في التخصصات اللي انا بحبها زي الكوميونيكيشن، وده برضو اللي خلاني اختاره لان هو في تخصصات كتير جدا داخليه عنه، زي مثلا الميكرويف ترانسميشن والاوبتيكال فايبر ترانسميشن والموبايل سيستم وحاجات تانية مهمه زي الانترنت اوف ثينجز وال5 جي، والكلام ده طبعا كله مهم لينا ومهم في المستقبل. ومشروعي هو فور دبليو دي روبوت فور ويل درايف، هي عربيه صغيره يعني بنقدر نتحكم فيها عن طريق موبايل وايرلس. قدرت اول حاجه الجزء بتاع التحكم ان انا اتحكم في العربيه، واحده واحده ابتديت ازود شويه خصائص عليها زي مثلا سمارت كاميرا الموجوده ومثلا روبوتك ارم ده زراع الي. بندرس جيرمان وعربي ودين وماس وكيمستري ومواد تخصص، بندرس كهرباء وميكانيكا. المدارس دي مجانية بالكامل، بيطبق عليها ما يطبق على باقي مدارس التعليم الفني العادية، لكن فيهم مجموعة من الامتيازات اللي الطلبة بتتحصل عليها في المدارس دي، أما أنه بياخد الدبلوم العلوم التكنولوجي اللي بياخده من الوزارة، بالإضافة لشهادة اعتماد دولي من أحد الجهات المعتمدة دوليا في هذا المجال اللي بيعمل فيه الطالب. حاليا احنا دلوقتي خريجين المدرسة اللي هي الدفعة الأولى اللي أنا منهم، احنا اتوزعنا دلوقتي على المصنع. دلوقتي حاليا مبسوط لأن أنا أولا في المجال اللي أنا حبيته وبشتغل في اللي أنا بحبه برضه. تجربتي بقى لما اتخرجت إن أنا حققت اللي أنا عايزاه، إن احنا كنت داخل المدرسة أصلا عشان فرصة العمل ولقيتها.